السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي مشاهدي قناة سكادا تيوب على اليوتيوب ومتابعي صفحة اسكندرية اليوم على الفيسبوك، أهلا وسهلا بكم وكل عام وأنتم بخير. النهارده الفيديو بتاعنا هيكون عن العشرة جنيه الجديدة. طبعا كلكم شفتوا صورها على النت وناس كتيرة حاولت إن هي تجيب منها، بس للأسف لحد دلوقتي مش عارفة، لأن هي يا دوبك لسه نازلة بقالها يومين. زي ما انتم شايفين بجد هي تحفة، ملمسها بلاستيك طبعا، لا بتتكرمش ولا بتتقطع زي ما انتم شايفين، سهل جدا إعادة تدويرها، تتغسل بقى، تتحط في الطينة، تتحط في تراب، تتحط في أي حاجة، هترجع جديدة تاني زي ما كانت. بالنسبة للناس اللي هي حابة ان هي يكون معاها عشرات جديدة، قدامكم حل من الاتنين، يا اما تكون عارف حد في البنك ويقدر يجيب لك العدد اللي انت عايزه، او اللي انت تكون عميل للبنك وتتوجه للبنك اللي انت تابع ليه وتقول لهم انا عايز مثلا 200-300 جنيه عشرات. لا قدر الله انت مش عميل لاي بنك وحابب اللي انت يعني تاخد العشرة جنيه الجديدة، هتروح للبنك ومدير الفرع هو بقى شايف لو عنده ستوك بعد ما يكفي العملاء بتوعه في البنك هيطلع لك، ما كانش هيتأسف لك ويقول لك والله اللي موجود على قد العملاء بتوع البنك. مجملا اللي عمل العشرة جنيه الجديدة دي عايز اشكره، اقول له بجد ميرسي جدا على اللي انت عملته، لان انت غيرت في شكل العملة وهيبقى ليها يعني ما بتبصش، دي اهم حاجة. يعني ممكن انا ساعات بنسى فلوس في البنطلون ويتغسل والفلوس تبوظ، ممكن تترمى تقع على الارض في طينة في مية بتبوظ. طبعا صعب جدا ان انت تكتب عليها، الاخوان الحبيبة بقى اللي يكتب لك مش عارف شيماء تحب فلان، وبصوا زي ما انتم شايفين مفيش اي حاجة بتتكتب عليها، فبجد تصميمها تحفة. وفي كلام ان هم لسه هيعملوا العشرين جنيه هتنزل بعد العيد، ودي برضو تصميمها اجمل واحلى. ادي العشرة جنيه الجديدة.